مرحبا مرة أخرى إلى برنامج الثانية، متابعة طيبة وإن شاء الله ربي ينزل لكم البركة وربي يرحمنا، إن شاء الله تدوم هالأمطار وتتواصل وتعبى السدود والبحيرات والآبار والآبار السطحية والكل ويعمل خير إن شاء الله بحول الله، وإن شاء الله تكون السنوات القادمة سنوات الحق تنسينا في الصعوبة والمرارة نتاع العام اللي تعدى هذا. إطار تأطير وإرشاد المربين، سيدي جاني محمد يمشي في ضيعة أحد مربي الأبقار لإرشاده للمحافظة على القطيع وأيضا تجاوز الصعوبات متاع الظرف الحالي لغلاء الأعلاف وصعوبة حتى التزود بالأعلاف أحيانا ونقص أيضا الأعلاف الخضراء والغلاء متاعها. تحديد في منطقة مرقلي في القيروان الجنوبية، احنا في مشروع مندمج فيه في حدود 70 رأس من الأبقار، تقريبا 40 بقر حلوب والباقي ما بين أراخي وعجول صغار. احنا عملنا دورة في الفيرما سي حسام، ما يعطيك الصحة على الاستقبال، من أحسن الفيرمات شفتهم أنا في قيروان. برشا حاجات مهمة شفناها والله يصير في بليزير، معناها اللي تبكي عليه الفلاح تلقاه موجود هنا عندنا، موجود كوري بيان في بقر من أحسن نوعية، نحسوا شابع البقر عايش، يقولوا احنا الفلاح يقولوا بقر عايش، موجود العلفة، موجود القرد، موجود الكونسنتري، تو نحكيو في التفاصيل. عندي بعض الملاحظات. بطبيعة الملاحظات هما في سياق انه الموجود تحسنوا فيه شوية. الملاحظة الأولى انه الكونسيبسيون الاكستنسيون اللي عملتوها في الكوري، الكونسيبسيون كانت مستعجلة ولا من غير دراسة مسبقة فيها. معناها فما دينورم هما باش تعمل كوري. لازمك تخلي تعمل لايراسيون، ولازمك تخلي الهواء السخون يخرج. لو الكوري مسكر كل كومبليتمون، كوري تاع الدجاج مش كوري تاع بقر. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية البارتي اللي هي معرية. واللي شفناها على برا اكستنسيون اللي عملتوها لبرا ناقصه اومبراج اوسي، البقر يحب الاومبراج، انت في قروان تعرف سي حسام اللي في قروان بلاصه سخونه برشا، والسخانه تقلق برشا في الصيف سيرتو، في الشتاء ما يقلقش، ما في الصيف تقلق. ملاحظه ثالثه نحن نسوقها بكل محبه سي حسام، انه انتم في الزون نتاع الفصه. لو بيرسو نتاع الفصه في جمهوريه تونسيه هي القروان وخاصه الباطن اللي بجنبك، معناها نورمالمون قلت القصيبه ما نلقاش. معناها الاورينتاسيون تو هكا نحبوا احنا نبدلوا نقولوا نمشيو قلت الفصه هو اهم في اكثر بروتينات في الياف مهضومه اكثر وخير وفي منافع كبيره او نيفو دي زابور نوتريتيف للبقره. معناها انا كان نجم نتوجهوا نقصوا ماكسيموم كان نقولوش نحيوا قلت الفصه كومبليت قلت القصيبه كومبليتمون ونعوضوه بقلت الفصه اللي هو موجود ونجم تزرع وانت يتكلفك ارخص ما يمكن. هذا من الاهم. فصة قاعدين نزرع فيها بحذانا لهنا في حدود الخمسة هكتارات وباش نزيدوا ان شاء الله من هنا لبعد الصيف باش نزيدوا في طرف اخرى اللي كنا نزرعوا فيها في قرط باش نوليو نزرعوا فيها في الفصة. معناها هذه إشكالية وقتية ان شاء الله من هنا لبعد الصيف باش تحل الإشكالية هذه وتولي عندنا الاكتفاء الذاتي في الفصة نتاعنا. معناها بالنسبة للحكاية هذه باش تحل الحمد لله. هذا بوان مهم ياسر يحل مشكل اون بارتي يحل مشكله العلفه. تقعد نرجع لك العلفه، انا كان تحكي لي شويه كيفاش تعلفها بالبقرات. بالنسبه للبقرات ياخذوا في حدود 9 كيلو في النهار كونسونتري في كل نهار في النهار. العليقه معناها بالنسبه للكونسونتري يتقسم على ثلاثه وجبات، صباح بعد الحلب وفي ال 11 نتاع النهار والعشيه قبل الحلب. القرط والفصه كيفاش عاملين؟ القرط والفصه احنا توا اون بينيري نتاع فصه،
جيتوا بحذانا وخلي تصوروا. كنا كانت عندنا الفصه نعطيو فيها في الشتاء، في اللي صبت الشتاء علاش نضطر صبت الشتاء هذاك علاش ما نجموش نتحشوا الحشه نتاعنا. توا قاعدين نعطيو في القرطه كهو، والحكايه هذه لاحظناها على خاطر نقص الحليب في حدود 100-150 لتر حليب في النهار، واللي هو يبين اللي الفصه هي اللي تكون من ضمن العالقه الاساسيه للابقار الحليب. صحيح، هذا ناكدوه احنا مره اخرى علميا، راهو الفصه وجرب التجربه، التجارب عملناها في فيرميات كبيره وحتى عند فلاحه في برشا بلايص من الجمهوريه التونسيه. الفصه كره الفصه خاصه هو من اهم المواد الجافه، ولا نقولوا احنا المواد العلف الخشنه اللي تكون تعطي حليب، تعطي مهضوميه في الاعلاف وتعطي حليب. اذا برمي لي بلومارك اخرى نسوقهم باش نعاونوك فيها باش تحسن في الانتاج. هي 9 كيلو كونسنتري في النهار على 3 اوقات، هو يقول لك ماذا بيك في الوجبه البقره ما تاكلش اكثر من 2 كيلو، اكثر من 2 كيلو راهو لو ريست سي دو بيردو. كان فما الامكانيه انه الوجبات التسعه هذا 9 كيلو هذا ما يتقسموا على اربع وجبات خير من ثلاثه، وخمسه خير من اربعه. على قد ما توزع الوجبات كونسنتري قد ما اون بروفيت ميو والبقره تعطي اكثر حليب. الاشكاليه الاهم اللي هي سعر الحليب اللي للاسف معناها التكلفه 1340 فرنك في الليترا، معناها تسمى حكايه فارغه بارابور المصروف اللي قاعد يتصرف. نطالبوا الدوله معناها بتحرير الاسعار اذا كان هي ما عندهاش كيفاش تعاون الفلاح، واذا كان معناها لا فما لا منح لا حتى شيء، معناها اذا كان ما فماش تحرير اسعار معناها الى ندرا باش نواصلوا باش نجموا نخدموا على رواحنا. احنا المشروع هذا بديناه عام 2014 وجبنا معناها شبتيل باهي من المانيا، واحنا توا قاعدين ليس الا للمحافظه على القطيع نتاعنا. معناها احنا توا في حكايه نتاع سيرفي، معناها اون في با مي اون سيرفي. صحيح، هو راهو كلامك صحيح، وهذا ما مشكل قائم على الجمهوريه التونسيه كامله والفلاحه كلها عندهم نفس المشكل، انه الرونتابيليتي دو سيكتور لوي ميم كله. اليوم فما برشا فلاح، ونعطيك دي زيكزومبل كونكريت، فما ناس مشات لراسميكس تقول لك انا نبدل هولشتاين تاكل ياسر ونصرف على ياسر واكزيجونت. كان نعمل راسميكس جو بروفيت من تروا شوز، راسميكس نعمل مومبيلار ونعمل سويس. اول حاجه العجل اللي نبيعه اغلى مليون زايده في العجل. البقرة ريفورم لحمها باربع 5 ملايين البقرة ريفورم. التوالد والصحه الحيوانيه والكاليتي بتاع الحليب تخليك تبيع الحليب الفرماجوري والمعامل الصغرى ولا الكريمري تبيع لهم سهم اغلى برشا حتى 2000 فرانك لتر. خاصه فيرما كيما هكا ما يجوش لو سي سامبل نقول هيا سيدي بطلت، مي وراك استوار تاع الشركه وراك انفستيسمون صاير، ما يجوش راهو البقر مش كيما اي شركه اخرى عملتها اي قيد فلسفه في الامان. البقر فما حبزه للبقر، فما غران، فما صور سي قاسم تعزوا عليه البقرات، تقولوا له يجي ولاد يقولوا اليوم يا سيدي باش نقصوا البقرات اللي نحيوهم ونعملوا حاجه اخرى صعيبه شويه. دونك احنا الفو بونسي ا دي سوليسيون اللي هما يعاونوا، وليفو اللي يشارج كو لازم ينقص. وفعلا عندنا سوليسيون، مثلا احنا لا سون توتال العلف الكامل الجاف ما عادش تعلف حتى شيء، ما عادش تعلف حتى شيء. كل في الامر تصب علفه كامله قدام البقره تعطيك 30 لتر حليب، تعطيك ان فو بارون، تعطيك سونتي دو لانيمال. دونك هذوما كلهم باش يتساهلوا عليك، عندك ان سول فورنيسور تتعامل معاه هو باش يعطيك وتحاسبوا على الكاليتي اللي تعطيها لك ويمكن تلقى نتيجه. حصة اليوم نحبوا نعملوا تيك هوم ما حصلنا عليه من معلومات ومن إضافة إفادة للفلاح اللي جينا مع حداه اليوم سي قاسم بخاطر أبنائه سي حسام، قاعد ما حكينا معاه في تفاصيل كبيرة اللي نخرجوا به ككونكليزيون كأفكار. أول حاجة راهو مهم ياسر البني الباتيمون الكوري لازم يكون أومبري مهوي عالي ويكون مفرهد البقرة باش تلقى راحتها وتعطي الحليب. ثاني بوان مهم ياسر الفصة، لا راندي كولتور فوراجير هي ملكة الأعلاف، راهو اللي عنده فصة عنده تريزور في يديه نجم يربي البقر ويربح الفلوس. فصة راهي مهمة ياسر، قرد ولا حشيش أما راهي قرد تكون نافعة فيها ألياف تعطي إضافة تعطي الحليب، ونجم نعملوا راسيون ونجم نعملوا كيلو في راسيون بالفصة.
الحاجه الثالثه المهمه ياسر اللي نحبوا نضيفوها انه كسوليسيون في الوضع القاتم نسميه احنا شويه في البلاك بورد الموجود هذا اليوم، راهو الفلاح نجم يستعمل لا ار تي اس لا راسيون توتال سيش اللي هي كراسيون كامله جافه تتعطي للبقر في وجبه واحده، نجم تعطيه اضافات، نجم تعطيه اكليبر، نجم تعطيه حليب زايد، نجم تعطيه صحه حيوانيه، نجم تعطيه توالد متناسق للبقر وفي وقته ويربح الفلوس بالطريقه هذه، وتبدا عنده طول ليزافونتاج باش يربح شويه فلوس ويتعدى المرحله الصعبه. ان شاء الله كنا نفعناكم بالنصائح. من نصيحة ألفا إلى نصيحة أو لقاء هو لشركائنا نيافورا مع ممثل شركة لصناعة الأنابيب، يحكي على شراكة تصير بين شركة نيافورا في مجال الري ونضال نابلسي هو ممثل شركة العالمية لصناعة الأنابيب والإعلان عن شراكة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس نضال النابلسي من الشركة العالمية لصناعة أنابيب الري بالتنقيط الأردن يونيفرسال. أسست ووجدت الشركة العالمية للري بالتنقيط يونيفرسال عام 2000 ومستمرة للآن بحمد الله في تطورها من ناحية الإنتاجية وتوزيع موادها وإنتاجاتها لمعظم دول العالم. خلال فترة الربع القرن تقريبا قفزت الشركة العالمية يونيفرسال في عدة مجالات في تصميم ودراسة وإنتاج أنظمة الري بالتنقيط المختلفة، أنظمة الري التنقيط الحديثة، وواكبت التطورات هذه الأنظمة على مدار الربع القرن الماضي. التطور المؤثر في الشركة كان هو إنتاجها وتصنيعها لماكينات الري بالتنقيط، الماكينات التي تنتج هذه الأنظمة، وكان تطور لافت للنظر. نافست فيه الشركة العالمية الشركات الكبرى في العالم من ناحية الجودة والأسعار. تقوم الشركة العالمية يونيفرسال بتوزيع وتصدير معظم منتجاتها لأكثر من 30 دولة في العالم، فضلاً عن تقريباً جميع الدول العربية. هي توزع في إفريقيا، في أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية وأوروبا. طبعاً نحكي إحنا المنتجات تاعتها من أنظمة الري بالتنقيط والماكينات التي تعمل على إنتاج هذه الماكينات. طبعاً الشركة العالمية تتابع أي تطورات في عالم الري بالتنقيط، طبعاً الري العام التنقيط الزراعي، فهي تتابع الأسواق العالمية لتصل ولإيصال المنتجات ذات التقنية العالية والحديثة للفلاحين والمزارعين وخاصة في الدول العربية. تقريبا المنتجات التي تقوم الشركة العالمية بإنتاجها من أنظمة ري بالتنقيط حوالي أكثر من 8 أنظمة متنوعة مختلفة، وعلى مستوى العالمي تقريبا 6 إلى 7 منتجات تصدر وترسل المنتجات حسب طبيعة البلد والسوق بهذاك البلد. أمراض تعتمد على ما هو موجود في هذا السوق، أو إنها تقوم بإدخال أشياء جديدة لهذا السوق أو لهذا البلد. وإن شاء الله راح تبقى الشركة العالمية تعمل بشكل دؤوب على استمرار تقدمها وازدهارها ولتقديم أفضل المنتجات للوطن العربي وللعالم ككل. كما ذكرت سابقا بأن الشركة العالمية يونيفرسال تصدر منتجاتها لمعظم الدول العربية، فكانت تونس هي من أقدم وأحد البلدان التي تقوم الشركة بتصدير أنظمتها من الري بالتنقيط. في الفترة الأخيرة
تم تعاون وثيق ما بين الشركة العالمية يونيفرسال ونيابورا التونسية، حيث قامت شركة نيابورا التونسية باستيراد معظم منتجات الشركة العالمية من أنظمة الري بالتنقيط. تقوم الشركة العالمية بتصدير معظم أنظمة الري بالتنقيط للشركة التونسية نيابورا، وتقوم على دعمها من ناحية تقنية إذا طلبت أو احتاجت هذه الشركة لهذه المعلومات. نتمنى أنه تستمر العلاقة وتتطور للمزيد من التعاون ما بين الشركتين لفائدة السوق الأردني والتونسي مع بعض. هذا كل ما نتمناه، ونتمنى الخير لشركة نيويرا. أعتقد أنها هي شركة جيدة وسمعة طيبة في السوق التونسي، ونتمنى لها كل تقدم وازدهار إن شاء الله. انطلاق الموسم حصاد الكولزا كان منذ تقريبا أسبوعين، وما زال يتواصل حصاد الكولزا. كيفاش يتم التحليل متاع الجودة متاع الكولزا في المخابر متاع السامة؟ هتتفرجوا في التقرير هذا، يفسرونا كيفاش يعملوا التحليل شركة السامة مصرف الخدمات الفلاحية المتعددة.
نذكروا اللي سيما قاعد يقبل في بعد الحصاد قاعد يقبل في الكولزا في مختلف المراكز التجميع متاعه، وان شاء الله ربي ينزل البركه للجميع. نواصل معكم بعد قليل في برنامج ثانيه، ابقوا معنا.